السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا في المملكة العربية السعودية. نهار اليوم سنت أحوال جوية حارة في عموم مناطق المملكة، شديدة الحرارة في بعض المناطق خاصة في منطقة تهامة مكة وأيضا أجزاء من المنطقة الشرقية، كما استمرت المنطقة الجنوبية الغربية تحديدا المرتفعات الجبلية تتأثر بحالة من عدم استقرار الجوي، وتكاثرت كميات من الغيوم الركامية الرعدية خلال ساعات الظهيرة والعصر. صور أقمار صناعية ملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح انتشار لكميات كبيرة من الغيوم العالية والمتوسطة في المنطقة الغربية والجنوبية الغربية، هي ناتجة عن تدفق لكميات من الرطوبة في طبقات الجو العالية من الأراضي الإفريقية واندفعت باتجاه جنوب غرب المملكة. أيضا انتشرت كميات من الغيوم العالية والمتوسطة الارتفاع في المنطقة الشمالية من المملكة، هي أيضا عبارة عن حالة ضعيفة ومحدودة من عدم الاستقرار الجوي. نتحدث الآن عن خرائط الأمطار المتوقعة خلال الأيام القليلة القادمة، تحديدا من يوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس. يوم الثلاثاء استمرت المنطقة الشمالية وأجزاء من المنطقة الوسطى والجنوبية الغربية تتأثر بأحوال جوية غير مستقرة، انتشرت كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة وهطلت زخات من الأمطار. خلال هذه الليلة أيضا يتوقع أن تستمر فرص هطول زخات الأمطار في عموم المنطقة الشمالية، أجزاء من المنطقة الوسطى والجنوبية الغربية. يوم الأربعاء تتراجع حدة الأجواء الغير مستقرة في المنطقة الشمالية لتميل الأجواء لاستقرار أكثر، فيما تستمر تأثيرات الأحوال الجوية غير المستقرة في المنطقة الجنوبية الغربية. نفس الأجواء متوقعة خلال ظهيرة يوم الخميس، حيث يتجدد تكاثر هذه الغيوم الركامية فوق المرتفعات الجنوبية الغربية، في حين يسود طقس مستقر وحار في باقي المناطق. توقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال فترة السحور، كما ذكرنا هناك حالة محدودة من عدم استقرار الجو، تنتشر كميات من الغيوم المتوسطة والعالية، قد تعمل على الهطول بعض زخات الأمطار مع 27 درجة مئوية ملموسة 26، الرطوبة منخفضة والرياح تكون خفيفة السرعة، وبالتالي السحور في الخارج سيكون جيد. بالنسبة للتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة، يوم الأربعاء طقس حار 41 إلى 28 درجة مئوية، ترتفع قليلا يوم الخميس لتسجل 42 إلى 28، نفس الحرارة تقريبا ونفس الأجواء متوقعة يوم الجمعة. إلى هنا تنتهي نشرتنا، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.